استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. وقد أكد سموهما على أهمية تعزيز آفاق التعاون العربي وبخاصة بين الدول التي تشكل عمقا استراتيجيا عربيا ولها مكانتها وثقلها السياسي والاقتصادي إقليميا وعالميا، مؤكدين سموهما على أهمية المبادرات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى الداعمة للتضامن العربي وتعزيز العلاقات العربية العربية. إلى ذلك فقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عددا من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، حيث أكد سموهما الهدف الأسمى من القوانين والتشريعات خدمة للمواطن وتحقيق المصلحة العامة، لافتين سموهما إلى أهمية تعزيز التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومواصلة تطوير التشريعات وتنسيق تنفيذ مختلف المبادرات الحكومية بين الأجهزة المختصة بما يعود بالخير على الوطن والمواطنين.